الثالث من أركان الإيمان. الإيمان بالكتب. نؤمن بجميع الكتب المنزلة من السماء. نؤمن بأنها كلام الله سبحانه وتعالى. غير مخلوق. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، كل رسول معه كتاب. نؤمن بجميع الكتب. وبمعلم أن الله سبحانه وتعالى من أسمائها. القرآن. التوراة. الإنجيل. الزبور. صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. نؤمن بما فيها من أخبار. نؤمن أن القرآن نسخ هذه الكتب. نؤمن بهذه الكتب لكن لا نطالع ما فيها. نطالع فقط الكتاب والسنة. محمد صلى الله عليه وسلم.